كل احوال انا هاخد حضراتكم لذكرى عزيزه على او شخصيه عزيزه على قلوب الاهلاويه. الحقيقه في مقوله بتقول انه كل واحد ليه من اسمه نصيب، واذا كنا بنتكلم على الثبات والبطوله فهو ثابت البطل، احد اشهر حراس المرمى في تاريخ الكره المصريه، واحد من ابطال النادي الاهلي اللي الحقيقه على مدار مشواره جوه المستطيل وبره المستطيل الاخضر قدم ملحمه في الحب والانتماء لكيان النادي الاهلي. النهارده ذكرى ميلاد ثابت البطل، 16 سبتمبر تحديدا 53، ولد واحد من اشهر حراس المرمى في النادي الاهلي والكره المصريه، صاحب عدد كبير جدا من الانجازات. انا اول بطوله افريقيه اوعى عليها كنت يعني صغير وشفت منتخب مصر وهو بيفوز بيها، كانت البطوله اللي على ارضنا سنه 86، وكان ثابت البطل احد حراسها واحد اسباب تتويج مصر باللقب ده في الماتش النهائي للي شافوه واللي تابعوه، واللي ما شافوهوش يدخلوا يشوفوه على يعني على اليوتيوب او على المواقع المختلفه. طبعا ماتش النهائي قدام الكاميرون اللي تم حسمه بضربات الجزاء، ونجح ثابت البطل في تصدي لضربتي جزاء في ماتش النهائي، وكان سبب رئيسي في انه مصر تحمل الكاس. جيل من الاجيال الموهوبه المظلومه الحقيقه، واعتقد انه رحله عمره كانت مع اكبر نجوم النادي الاهلي، كابتن خطيب، كابتن مصطفى عبده وغيرهم، وكابتن مختار وكابتن ربيع ياسين وغيرهم، انا مش عايز انسى حد، لكن المسيره الحقيقه ما انتهتش بمجرد ما ساب الملعب ككابتن للنادي الاهلي. دي طبعا لقطات من ماتش نهائي افريقيا اللي حضراتكم شايفينها على استاد القاهره. والمسيره ثابت البطل الحقيقه ما انتهتش مع يعني تركه للمستطيل الاخضر، لكنه كمان كان واحد من اكثر في ظني يعني واحد من اكثر وانجح مديري الكره اللي تولوا مسؤوليه اداره الكره في النادي الاهلي، واستمرت المسيره الحقيقه لفتره طويله جدا كانت يعني فيها عدد كبير جدا من الانجازات، وهو لعب احنا بنتكلم على 17 بطوله محليه، بنتكلم على 11 دوري، وبنتكلم على 6 كاس، بنتكلم على 5 بطولات قاريه مع النادي الاهلي، منهم مرتين ابطال دوري، 3 مرات ابطال كاس، بنتكلم على كاس افريقيه 86، وبنتكلم على دوره الالعاب الافريقيه برضو مع منتخب مصر 87. ده عن انجازاته داخل القلعه الحمراء. واعتقد الحقيقه يمكن ثابت البطل كمدير كره حقق انجازات كبيره جدا، وكان الحقيقه يعني يمكن من اكتر الشخصيات اللي تتفق عليها، خدوا بال حضراتكم، حب الناس مش مرتبط بالموهبه بس، يعني طبعا جماهير الكوره بتحب قوي اللعيب الحريف، بتحب قوي اللعيب الشاطر، كان بقى حارس مرمى، كان مهاجم، كان لعيب وسط ملعب، ده جزء او شرط اساسي من شروط الحب اللي بيوفرها الجمهور الملايين من عشاق النادي الاهلي لنجومهم. لكن كمان جدا في شرط اساسي، احساس الجمهور انه هذا اللاعب منتمي حقيقه للكيان، وانه اللاعب ده في وقت من الاوقات بيقدم تضحيات عشان خاطر الكيان. فكره الحب والانتماء والولاء جزء كبير جدا من الحالة العاطفية اللي بتتولد عند جماهير الكرة، وخصوصا طبعا جماهير الأهلوية. عشان كده ثابت كان واحد من دول يسار، ثابت واحد من الناس اللي ارتبط عند جمهور النادي الأهلي بحالة من حالات العطاء المستمرة جوه الملعب وبره الملعب. صح. يمكن في حاجة كمان عمرها ما هتتمحي من ذاكرة الجماهير يا أحمد، ما بينسوهاش خالص، إن هو في عز مرضه صمم ان هو يحضر مباراه القمه بين الاهلي والزمالك موسم 2005، وقتها ابو تريكه لما جاب الهدف رفض حتى ان هو يسلم على زمايله قبل ما يروح يبوس راس كابتن ثابت البطل. هي دي اللقطه اللي بنتكلم حضراتكم عليها. كان اليوم ده على ما اتذكر، لو معلوماتي مش يعني ما خانتنيش، اليوم ده كان يوم اليوم اللي قبل وفاة كابتن ثابت البطل، كان عنده اصرار شديد انه يحضر مباراه الاهلي والزمالك في الملعب، وكانت حالته الصحيه طبعا يعني في اضعف حالاتها، لكن كان عنده اصرار يبقى موجود وواقف جنب النادي وفي ظهره حتى اخر لحظه. ثابت البطل نجم من نجوم الزمن اللي مش ممكن ينساهم جماهير الاهلاويه. فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. ثابت البطل، ثابت البطل اهو.
ثابت زي المطر.